بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، يعني نحن الحقيقة الواحد يتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على أشياء كثيرة قدموها لنا، فهم من فعلا يعني قاموا بمساعدتنا في أشياء عديدة، فلهم الشكر والتقدير، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم لأعمال الخير، ونكرر شكرنا وتقديرنا لهم. وطبعا يعني أنا الحقيقة موجود في السعودية مدة طويلة، وفي هذه المدة كلها كل ما رأيته يعني خير، ولم أرى أي شيء يعني مثلا يعني يؤثر على الإنسان وكذا. وقد عشنا في هذه الديار أحسن عيشة، ونكرر تحياتنا للأهل العامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.